بسم الله. الفريق الآخر هو فريق الخيالة، والسؤال يقول: والله شكرا على المعلومة الجديدة هذه حرقوس. وين تقع؟ قلعة تقع شمال المملكة. ها يا ابو عطنا 1000 كيلو. طبعا هي على بحر الخليج العربي. يا افضل رجعت ابوك مغلق. انا كذا بشوف اللي في العلم. قلعة تاريخية تقع شمال المملكة. خلنا نختار مفاتيح الحين. يلا نشوفكم عدد المفاتيح في الجولة. شباب اعطونا من اختار؟ 19 يلا اعطونا 5. ايوه حلو سعد. 10 مفاتيح مكسب. يلا السؤال: قلعة تاريخية تقع شمال المملكة. افتح حرف. دخلنا في 75 ثانية. افتحوا حرف. قلعة صح؟ ايه قلعة. افتح حرف آخر. اللي بعده افتح. افتح حرف ثالث. نحاول لا نضيع ال صلى على النبي. 50 ثانية. صلى على النبي. 50 ثانية. عندكم إجابة ولا نفتح لكم حرف؟ افتح حرف. افتح حرف. حيجيك من الأولى. قلعة داري إن الأولى قلعة. افتح حرف. أبو علي لا تروح على افتح حرف آخر. أربعة. زعبل. قلعة زعبل. زعبل. زعبل يا جماعة زعبل. الله أكبر. الله أكبر. زعبل. زعبل يا جماعة زعبل. إجابة. أنا أعرفها. ليه هي زعبل؟ أنا هي على ثاني. والله أنا قاعد أقول لك عطني زعبل. وش هي؟ على الله أكبر. الله أكبر. بس يلا قاعد اقول لك عطني طبعا حصلوا في هذه الجوله كم مفتاح مقفله هي كذا ايوه سابق هو لما يجيكم السؤال الواحد مخه يهنق في تبوك هي دوبة الجنة قول لنا في تبوك نعم صحيح رحنا دوبة الجنة ممتاز يلا ننتقل للسؤال القادم فريق البيضاء استعينوا بالله شباب استعينوا بالله السؤال يقول بسكاكة او الدومة أعاذنا الله وإياكم من المرض مرض يصيب العيون خمسة رقم اختاروا رقم من لوحة المفاتيح اختاروا رقم الرقم طيب. يلا يا شباب اختاروا رقم اختاروا رقم اختار عباس ابو مجد ابو مجد استعن بالله اثنين كان 10 وخمسة 10 عندكم رقم تختارونه استعن بالله يلا اضربها كم الرقم انت من اختيار الرقم داير اللي قبل شوي اللي قبل شوي قلتوا لا اختار انت يلا عباس اختار يا قلبي يلا عندكم رقم تختارونه ولا لا يا شباب يلا هات 14 افتح 14 يلا سبعة حلو يلا سبعة مفاتيح بسم الله اعطينا ادينا حرف واحد بس يلا سهل 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 اللهم انا نستعين بسم الله يلا حيفتح الف ولا ما نفتح لكم ايوه افتح شنو افتح خلاص 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 توكل على الله يلا قول يا عم كما اجمع فريق دقيقه ايوه ايوه صح صح والله عندكم اجابه ولا تبغوا تفتحوا افتح واحد تالي لا استنى 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 افتح يلا فتح يا عيال يلا ها شنو ما في اثنين ها يلا خلاص هو الاول قول الاول لا ليه ما تقول قول الاول بس لحظه يا شباب كل انت شباب عندكم اجابه ولا نفتح خلي يدينا واحد بس يا العمى معلش خلي يدينا واحد معلش شباب اضمن 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 افتح واحد افتح ولا عندكم اجابه افتح واحد افتح الثالث يلا والله هو الرمد الرمد والله هو قال الرمد الشباب والإجابة بس ده قال لنا العمى صحيح ولا شيء ولا شيء يلا يلا صحيح الرمد كل العمى العمش الرمد جولة الآن مع فريق الخيالة يا جماعة اليوم عبد القادر في المذاكر نوع من الطعام لا يفسد بمرور الوقت